أسأل مستر جوزيه مورينيو. مستر مورينيو، في بداية الاستوديو كان لك تعبير ومفهوم عن كرة القدم، قلت أن النهائيات تكسب ولا تلعب. هل تنطبق فلسفة مستر مورينيو على لقاء اليوم؟ هي كسبت ولم تلعب. الأهلي نجح في أن يفوز بها رغم أن الزمالك لعب. Without risk. من دون مجازفة من جانب الأهلي صراحة. It's hard to say. من الصعب أن نقول إن النتيجة كانت عادلة، أو أن نقول أنا قد أقول إنه لكي نكون عادلين كان يجب الذهاب إلى الأشواط الإضافية والاستمرار على التساوي والتكافؤ، ولكن هناك أيضا مسألة أخرى. الفرق الكبيرة لديها شيء سحري خاص استثنائي، ما هناك من يسميه الحظ، هناك من يسميه الخبرة، هناك من يسميه أن هناك حماية سماء من ربانية، ولكن عادة الفرق الكبيرة لما تصل إلى هذه اللحظات الحاسمة فهي تفوز. وكما قلت من قبل، المباراة تستمر إلى نهاية المطاف وتسجل وستفوز بدون شك، وإذا استقبلت هدف ستخسر. لم يكن هناك من جازف من أجل الفوز. الأهلي سجل الهدف الأول، والزمالك لعب مباراة كبيرة كانت متنافسا قويا، وكانت النتيجة متساوية للأخير. سيعودون حزينين ولكن بفخر، والأهلي مرة أخرى كسب لقبا إضافيا إلى سجلهم التاريخي العظيم في أمسية رائعة جدا بتنظيم متميز بنوع من الكاريزما وأضواء وأنوار مختلفة تماما. لقد كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية. مبادر تفضل.